في هذا اللقاء التأسيسي الأول الذي اختير له شعار التواصل من أجل تجميل خدمات الصحة العمومية بمدينة العرائش. هذه المدينة التي تحتاج إلى الكثير من الالتفاتات والكثير من العناية في إطار رصد ثقافة وسلوك يتنافى مع ما هو أحيانا موجود، ولا سيما في التعاطي مع بعض الظواهر المشينة التي تعاني منها المدينة. من خلال اتفاقية شراكة المبرمجة سواء كانت خماسية أو ثلاثية أو ثنائية بين قطاع التربية الوطنية وكذلك مندوبية قطاع الصحة العمومية، وفي إطار تفعيل مجموعة من البرامج، تجد هذين القطاعين دائما متلائمين ومتناسقين من أجل ترسيخ سلوك هام، ترسيخ سلوك جدي، ترسيخ سلوك يتحول إلى ثقافة بالنسبة للإنسان المغربي. فمن خلال التعاون والترسيخ فيما سبق باعتبار المسؤول عن الصحة المدرسية بالمديرية الإقليمية للعرائش التي يعتبر السيد المدير الإقليمي على عدم قبولها طلبا لمجموعة من الالتزامات الأخرى، نبدأها دائما بالفحوصات الطبية المنتظمة التي تنظم سنويا مع كل سنة، والتي تعتني بالأطفال أو بالتلاميذ الجدد الذين يلجون المؤسسات التعليمية خاصة بالنسبة للمستوى الابتدائي وكذلك بالنسبة للسنة الأولى إعدادية. ناهيك عن دائما في إطار التنسيق بين مندوبية الصحة في العديد من المحطات منها القوافل الطبية وكذلك التدخلات المستعجلة في اقتضى الحال، فبمجرد أن يتم التواصل وإبلاغ المندوبية نجد الصور الطبية والشبه الطبية تصل إلى أبعد النقاط في ربوع الإقليم العرائش. ثم نجد أيضا من بين التدخلات في إطار دائما الشراكة مع الأطر الطبية جمعيات صحة الفم والأسنان التي تعنى عناية كبيرة وتولي اهتمام كبير لهذه الفئة العمرية خاصة الناشئة خاصة المتواجدة في أطراف الإقليم في دائما في إطار التبعية والتأسيس دون أن نفعل الجانب الصحة الإيجابية. هذا الموضوع أيضا له أهمية فيما يخص المجال أو النقطة المتعلقة بالنظافة لدى التلميذات التي تكون لدينا عديد الخبرة بالنسبة لمسألة النظافة فيما يتعلق بالصحة للجميع، حيث نجد العديد من الأطر الطبية النسوية التي تعالج وتعالج هذا الموضوع. ناهيك عن مواضيع أخرى من التغذية وعلاقتها وأثرها أيضا السلبي على التلاميذ، خاصة أننا نعرف جيدا أن بالعرائش أغلب التلاميذ حتى في المستويات العليا من التمرس بالنسبة للسلك الثالث يلتحقون بالأقسام لا فقط. هذه معروفة وهذه ظاهرة من الظواهر التي قبيحة وستتعالج، فما بالك بالنسبة للأطفال الذين لا يزالون في رعايتهم وما لا يزالون في مرحلة البناء الذي يحتاجون إلى مجموعة من المقومات. ثم دون أن ننسى أيضاً إحياء الأيام الوطنية والعالمية المتعلقة بالصحة وذلك في إطار التنسيق مع مندوبية الصحة، خاصة منها ما يتعلق بالتدخين، محاربة أمس التدخين وكذلك الليزيستيسيدا تعفونات المقبولة الجنسية والسيدا. ثم كنقطة مهمة وجهها إلى المجتمع المدني، فالأبواب المديرية الإقليمية مفتوحة في وجه المجتمع العادية، وبالتالي مما يبرز الإنسان هو الذي يستبدل تال الأدوية الجالسة لأنها تال منخفضة
الذي يملك انخفاض هذا الدواء بعدد جودته بعدد فعاليته ويطرح عليها التسببات هكذا بالنسبة ثم تفاصل التدريب والله قلب مرحية للصيدلة كان عفوا بأنه كي توقيت معين وجه القانون المفروض جميع المدن المغربية أو لا يتبع الأمور أخرى إلى خلال هذه المدن المغربية الأرتيكا اللي قال 11 مليون هذا الفتح إلى يعني ما يمكنش الخضوع للنظام القانوني المغربي لقانون الصيدلة مدينة تستثمر فيها مغربتي ومدينة خصك تكون خاطئ للقوانين المعمول بها الصعيد المغربي وفي بعض البيتزا الحالية المخاطرة حول التواصل أنا أفكر بعض الصيدلة هو مدينة قومية من أجل التواصل مع الصيدلة خاصة على مستوى الحراسة والمستجدات أي حاجة وقعت كما تقول كبير اسمها في الإعلام وعلى الأقل ماشي كل شيء كاين عقد لأن كاين الناس كما يعني ما تستقبلش أخوان يعني ما كتعرف ولكن إذا كانت واحد الشريحة كبيرة كي كان تواصل إعلاميا وخاصة أنا